بحق النساء اليمنيات. الأمر لا يقف فقط عن هذه الجرائم، وستحدث عليها الأستاذة نورة الجروي مشكورة وتشرح لنا القضية، لكن نحن اليوم سنتحدث عن كل الانتهاكات والجرائم بحق المرأة. المرأة للأسف الحوثي في ممارساته تجاه المرأة هو يستنسخ النموذج الداعشي ويستنسخ النموذج الإيراني، نظام الملالي طهران، يعني تماما على خطى ملالي طهران. وسيذكر السيدة إيرينا والدكتورة أروى تتحدث عن هذا بالتفصيل. الأساس المطروحة على طاولة المجتمع الدولي ما تتعرض له النساء في اليمن، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، وأيضا تجاوزت وأطاحت بكل القوانين الدولية التي تؤكد على حق النساء في الحرب والصراع، على حماية النساء في الصراع وفي الحرب. طبعا بالنسبة لنا عملنا خلال 3 سنوات مشتركة مع عدد كبير من المنظمات في ملف النساء في السجون الحوثيين، وخطينا بهذا الملف خطوات كبيرة جدا، إصدار تقارير دولية من لجنة الخبراء في مجلس الأمن الدولي، تقارير دولية عبر لجنة الخبراء في الأمم المتحدة، البارزين في الأمم المتحدة، أيضا النساء في السجون الحوثي، لأنه قرابة 17 شاهدة خضعنا لتحقيقات طويلة معهن لما تعرضنا له في السجون الحوثي، وأيضا هناك ضحايا أيضا، هذا عبر استحالة نساء من أجل السلام في اليمن. 17 ضحية تم عقد جلسات تحقيق دولية معهن لما يتعرضن له في السجون الحوثي. طبعا احنا يهمنا في هذا المؤتمر وعبركم عبر الدورة 47 لحقوق الإنسان بجنيف التوصية الخاصة بالندوة. طبعا ما يهمنا في هذه اللحظة أن نقف جميعا، وكان وقوف قامت بها الميليشيا الحوثية الإرهابية لتقييد الحريات الشخصية للمرأة اليمنية. وطبعا هناك قرارات كثيرة قامت بها هذه الميليشيا الإرهابية منذ استيلائها على السلطة في 21 سبتمبر 2014. وطبعا يجب التنويه إلى أن هذه القرارات لم تكن مفاجئة لكثير من اليمنيين، فنحن نعرف كيف جاءت هذه الميليشيا الإرهابية وماذا تعمل منذ أن تشكلت أو منذ أن بدأت في بداية 2000. It's terrorism abuse and employment of tortures, and US is fully complicit in employment of these tortures by giving aid to people who are creating that society. We are all fully aware of that. That is what needs to be exposed. These countries that are complicit in this tortures need to be called out, and these issues, the fact that they are threatening their own societies with by promoting these types of regimes, these needs to be underscored. Crimes against women anywhere are ultimately crimes against humanity everywhere. وعملت في السجن المركزي 18 سنة كمديرة في سجن النساء، وتخرجت في سنة 2001. أول ما كانت وصلت إليه وما تخرجت في السجن المركزي، وبقيت إلى حدود 2019. وبدأت من هناك ترعيم الفوزي وتغيير النظام واللوائح. من أمن العقوبة أساء الأدب، هذا المثل ينطبق بأن الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة تكوين إما رابطة صحفيين متخصصة بقضايا النساء، يعني إلى دراسة هذه الفكرة لأن القضية مهمة جدا. يعني عرض رائع، ولكن كنا نحتاج فعلا نحن نستمع إلى الأستاذة فوزية أكثر وكذلك الأستاذة نورة.